ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولئن أصابكم فضل من الله، الفضل اللي هو إيه؟ الغنائم والنصر والرجوع مظفرين. طيب لو الجيش المسلم انتصر هيقول إيه بقى؟ ما هو تخلف عن الجهاد، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الفوز هنا فوز بالثواب الغنائم، لا بقى اللي محمل بأموال وأسرى ونساء. الله 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 الله، يا ريتني كنت معاهم. ده بقى قلبه متردد، مش راسخ الإيمان كالمؤمنين. لأن المؤمن أصلا لما خرج ما كانش عايز غنائم، وعايز رضا الله عز وجل، عايز إحدى الحسنين، لإما نصر وغنائم لإما شهادة في سبيل الله. شفت الجهاد حلو إزاي؟ نسأل الله أن ييسر لنا أن نموت مجاهدين شهداء، اللهم أمين. وما ذلك على الله بعزيز. مش كلام عاطفي، ده كلام حقيقي، لأن هو ده النجاة يا أخوانا. الدنيا مليئة بإنسان في الدنيا ممكن أخطأ، ممكن معاصي، يخشى أن يلقى الله يعني غير مؤدي للأمانة، مؤديا للأمانة أو مؤدي للأمانة. فالجهاد باب قصير وسريع ومفتوح إلى الجنة إذا أخلصت النية. وخلي بالك لو تمنيت الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني إذا الدرس ده النهاردة ممكن يخليك عايش في حب لعبادة الجهاد وتملي للجهاد، ممكن توصل لمرحلة تقول يا الله ارزقني الجهاد بصدق أو ارزقني الشهادة بصدق فتبلغ منازل الشهداء. خلاص سبقك بها، هو جايبها لنفسه. خلي بالك عشان تفهم الآية، ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن، وبين قوسين جملة اعتراضية كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. خلي بالك، لا يقولن يا ليتني كنت معهم. الجملة الاعتراضية دي يعني إيه؟ يعني يتصرف كأنه ليس بينكم وبينهم مودة في الظاهر، لأن المنافقين كانوا بيبينوا أنهم مسلمون وفي مودة وفي حب إنما هو فضح نفسه، وكان كل همه الغنائم. مش مهم بقى أكون مع المؤمنين، أكون مع الصالحين، أدخل الجنة، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، كأن ما فيش صلة بينكم وبينهم، إنما همه الدنيا. بنى على حقيقته، يريد الدنيا والغنائم وينسى عز الإسلام وينسى رباط العقيدة، فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كان سؤال في النحو كده يعني صح أذهلنا، يا ليتني، ليت دي حرف ولا اسم؟ حرف للتمني، من أخوات إن ليت لعل كأن، فده حرف. بس العلماء بيقولوا من علامة الاسم النداء، يعني عشان أعرف الكلمة دي اسم ولا حرف ولا فعل بشوف أجرب معاه يا، فأحمد يا أحمد نفعت، يبقى أحمد ده اسم. طب إزاي هنا ده حرف ويبقى فيه نداء؟ ما هو الحرف لا ينادى، ليت حرف، فإزاي الحرف يسبقه نداء؟ قال العلماء هذه الياء ليست للنداء إنما للتنبيه، ده نوع من الأسلوب اللغوي اللي فيه يا هنا ليست نداء إنما تنبيه، يقول يا للتنبيه فتنتبه، ليتني كنت معهم فأفوز
فوزا عظيما. طبعا برضو مفاهيم الخاطئة اللي عنده، فاكر ان الفوز العظيم في الغنائم، مع ان الفوز العظيم في ايه؟ في الشهادة، في رضا الله. يبقى ده مبدأ لينا في حياتنا، أنعم الله علي بعمل صالح وليس بأكل أو شرب أو مال، ده ابتلاء ممكن أفشل فيه، استخدم المال في غير طاعة الله. وما تقولش أفوز فوزا عظيما بأمور دنيوية، الفوز الحقيقي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى مفاهيم المسلم تختلف عن المفاهيم السائدة في المجتمع، الفوز الجنة والإنعام بالعمل الصالح.